يستعد منتخبنا الوطني بكرة القدم لخوض مواجهته المرتقبة أمام منتخب قطر ضمن دور 16 لنهائيات كأس آسيا المقامة حاليا في الإمارات. وبعد أن قدم منتخبنا الوطني أداء طيبا وكان قريبا جدا من الفوز في مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام المنتخب الإيراني بعد فوزين في المباراتين الأوليتين أمام فيتنام واليمن، تطمح الجماهير العراقية التأهل لدور الثمانية بعد مساندة وتشجيع شمل جميع الأعمار والمستويات. ولو بالتعادل احنا صعدنا، بس أبدعنا بالتكتيك وبالخطة وإن شاء الله الكاس إلنا. المباراة كانت حلوة، كلش حلوة، والحمد لله ما قصروا لواعيبنا فضل الله، وإن شاء الله الكاس عراقي. وبالمرور سريعا على نتائج الدور الأول لمنتخبنا الوطني، سجل منتخبنا فوزا صعبا في مباراته الأولى أمام منتخب فيتنام بثلاثية لـ2 جاءت بأقدام مهند ميمي وهمام طارق وقذيفة علي عدنان. وفي مباراته الثانية حقق منتخبنا الوطني فوزا سهلا على منتخب اليمن بثلاثية بيضاء جاءت بإمضاء مهند ميمي وبشار رسن وعلاء عباس. وفي مباراته الأخيرة لمنتخبنا في الدور الأول أمام منتخب إيران قدم أسود الرافدين أداء رجوليا ممتعا أظهر فيه أنه يستطيع أن ينافس على كأس آسيا. أمام مباراة أيضا مع قطر والسعودية وإن شاء الله يجتازها، والجمهور أيضا شفته آزر المنتخب بكل ما يقدر عليه، وإن شاء الله نتمنى له التوفيق بالمراحل الجاية، لأن لحد الآن الفريق مبيض الوجه مثل ما يقولون، بس إن شاء الله العراق يتأهل ويضمن النقاط اللي يريدها. حيل الله الفوز للعراق إن شاء الله. صح قطر فريق قوي والعراق هو ما يقوى على العراق، إن شاء الله العراق 1-0 إن شاء الله. حيل الله، وراح نروح من الشاردة لأبوظبي، وأي مكان نروح للعراق راح بدول العراق. في ظل المستوى الفني المتصاعد فيما مضى من الدور الأول للبطولة، برهن منتخبنا أنه يمتلك مجموعة من الشباب الواعدين القادرين على تحمل المسؤولية أمام أفضل المنتخبات الآسيوية وعناصر جديدة لديها مستقبل أكثر من رائع يستطيعون الذهاب بعيدا في هذه البطولة. إنهم الأسود، الأسود من جديد.